نحن أمام مرحلة هي الأخطر منذ بدء هذا العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، سواء في شمال قطاع غزة أو حتى في وسط القطاع وجنوبه. الأوضاع تزداد سوءة بمعنى الكلمة في ظل المجاعة وفي ظل أيضا الواقع الصحي الذي يتدهور لحظة ولحظة، والمناشدات التي تصلنا سواء من خلال مؤسساتنا الموجودة على الأرض في شمال قطاع غزة أو حتى الموجودة في مدينة غزة التي تستقبل النازحين من الشمال، والمشاهدات والفضائع التي تروى في شمال قطاع غزة من خلال هذا القصف، وأيضا عمليات منع دخول المساعدات بأشكالها المختلفة. نحن نتحدث أن أكثر من 40 يوم حتى الآن هناك منع لدخول هذه الإمدادات، ووصلتنا اليوم أيضا مناشدة من مستشفى العودة الصحي، وساعات ستوقف عن تقديم الخدمات، وهو المستشفى اللي بات الرئيس في عمليات الجراحية. الوضع أيضا في وسط وجنوب قطاع غزة، منع إمدادات الغذاء بشكل أساسي وغيرها من مساعدات تدخل إلى قطاع غزة. ما يدخل قطاع غزة حاليا من 30 إلى 40 شاحنة في الحد الأقصى، وهي بالكاد تغطي من 6-7% من الاحتياجات الأساسية. سيد أمجد، يعني كل جزء في القطاع على حدة، ومعاناة هذا الجزء. دعنا نتحدث مثلا عن الشمال، هل يصل للشمال مياه نظيفة؟ هل هناك أي مساعدات وصلت خلال الأيام الماضية أو يمكن أن تصل؟ لأن تصريحات الأمم المتحدة عن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقول الاستجابة الإنسانية تسير في الاتجاه الخاطئ، وكان يتحدث عن شمال القطاع. نعم بالفعل، في شمال قطاع غزة منذ 40 يوم لم يدخل أي شيء من المساعدات، سواء المياه أو المواد الغذائية أو المواد الطبية والإمدادات المختلفة. للأسف حتى المحاولات التنسيق لدخول هذه المساعدات باء بالفشل بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا حتى مهاجمته لهذه الإمدادات التي قد تدخل. المواطنين الآن تحت القصف وتحت خطر المجاعة الشديد، وكذلك فشل حتى حمل التطعيم فيروس شلل الأطفال. نعم. هناك 20,000 طفل لا زالوا محرومين حتى من هذا التطعيم، وكذلك هناك مسنين ومرضى. أما في وسط وجنوب قطاع غزة فالأمور أيضا تزداد سوءا، والمجاعة تنتشر بشكل خطير جدا بين صفوف الأطفال والنساء بشكل خاص، مع توقف عشرات المطابخ المجتمعية التي تقدم الوجبات، وكذلك المخابز التي باتت لا توفر إلا أقل من رغيف خبز للفرد الواحد في وسط وجنوب قطاع غزة.